أحد المشاهير بيقول أنا كنت بربي بناتي بطريقة معينة بحيث إن هم يطلعوا مستقلات بذاتهم، علمتهم أحسن تعليم، دخلتهم أحسن مدارس، ربيتهم أحسن تربية لحد ما بقى عندهم خبرات كتير. أنا كنت عايزهم يبقوا مستقلات تماما، وده ليه؟ علشان ما تحسش في يوم من الأيام إنها محتاج الراجل. وكمل وهو عينه مليانة أسف وقال أنا اللي عملت كده، أنا عملت خطأ بشع، أزيد بناتي وأزيد نفسي. هم نجحوا حقيقي وتعلموا أحسن تعليم، لكن أنا ما وصلتش اللي أنا عايزه. هم في الآخر بنات، وبنات دي مش شتيمة، لكن عندهم مشاعر أنوثة، عايزة راجل وعايزة بيت وعايزة أسرة، عايزة تحس بالدفى الأسري، وعايزة راجل يخاف عليها ويحميها لأن دي فطرتها. يا سلام يا جماعة على الكلمة، هي فعلا دي فطرتها. ومين يقدر يحاول يلعب في فطرة خلق الله؟ ده سيدنا نوح خد معه السفينة من كل زوجين اثنين، خد الذكر وخد الأنثى. سيدنا نوح عمل كده ليه؟ علشان يعمر الأرض، علشان مش هنعرف نعيش غير بطرفين المعادلة، علشان كل طرف محتاج للتاني. سيدنا نوح عمل كده علشان الحياة تستمر، عمل كده علشان بيحب الناس، واللي يحب الناس مش ممكن يأذيهم. اللي بيحب الناس بيجمعهم ما بيفرقهمش، اللي بيحب الناس بيعمر بيوتهم بالكلمة الطيبة والنصيحة السليمة، اللي بيحب الناس بيعرفهم واجباتهم قبل حقوقهم، اللي بيحب الناس بيعلم وبيرشد، ما بيكونش القشة اللي بتقسم ظهر الناس. فبالله عليكم بلاش نصايح ناقصة، دي في بيوت واقفة على تكة، فبلاش انت تكون التكة دي. شكرا ليكم وإلى اللقاء.